مشاهدينا ATC Air Traffic Control أو مثل ما يسمونه بالعربي برج المراقبة. هذا البرج هو الأساس منه يتم التنسيق مع الطيارات للهبوط والإقلاع. راح ندش داخل الحين ونتعرف على هذا المكان بشكل أكثر. جاهزين؟ حياكم. طبعا الحديث حول Air Traffic Control او برج المراقبه، رحب بالضيف معاي استاذ عبد الله القاضي رئيس برج المراقبه. رحب فيك استاذي وحياك الله. اهلا وسهلا استاذي. اول سؤال نبي نعرف اجابته، اللي هو ما هو برج المراقبه وشنو دوره بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكركم يعني على اتاحه هالفرصه ان تسلطون الضوء على المراقبه الجويه وتحديدا برج المراقبه الجويه في مطار البحرين. وظيفة برج المراقبة هي التحكم في أجواء المطار وبالتالي السيطرة على النطاق الجوي والحركة الجوية لتأمين مجال جوي آمن حق الطائرات. أستاذ عبد الله، يعني لو بنتكلم عن كيفية الربط بينكم كمراقبين جويين مع الجراوند سيرفيس والطيارة، شلون يتم الربط بينكم؟ طبعا الاتصال بين الطيارين والمراقبين يكون عن طريق أجهزة لاسلكية معدة خصيصا حق هذه الغرض. وبالنسبة حق الخدمات الأرضية والربط بينها وبين الحركة، حركة الطيران تتم عن طريق أجهزة يعني تحليل المعلومات ومعالجة معلومات بغرض توزيعها على الجهات المعنية في المطار. وإذا بنتكلم عن وظائف الموجودة الحين في برج المراقبة، شنو الوظائف الموجودة؟ هي على العموم يعني بشكل عام العاملين في البرج يتكونون من مشرف وعدد من المراقبين، ووظيفتهم بشكل عام التحكم في الحركة الجوية، وفي مراقب يتحكم بالأجواء حوالين المدرج والمدرج نفسه من عمليات إقلاع وهبوط، وفي مراقب ثاني يتحكم في الحركة الأرضية. أنا في طيارات تعبر الممرات اللي تؤدي من وإلى المدرج، وفي مركبات وآليات تستخدم الممرات هذه، فالمراقب يتحكم في هذه الحركة ويتأكد من سلامة الحركة اللي تقوم على هذه الممرات. صار عبد الله، يعني الحين لو نتكلم عن المجال الجوي او الماده اللي انتوا تتحكموا فيه، كلمنا عن المجال الجوي اللي تتحكم فيه برج المراقبه عندكم. هو المجال المخصص حق برج المراقبه في البحرين عندنا يوصل 10 اميال وارتفاعه 3000 قدم من مستوى البحر، ويبدا دور المراقب من اللحظة اللي يطلب فيها الطيار تشغيل المحركات وصولاً إلى المدرج والإقلاع، ونفس العملية لأن الطيارة قادمة يعني arrival، إن مجرد ما تدخل الأجواء الطيار يكلم المراقب لين تنزل الطيارة ووصولاً إلى مواقف الطيارات. طبعا في هذه الفقرة تعرفنا على Air Traffic Control Tower برج المراقبة. أشوفكم إن شاء الله في فقرات ثانية. فما الله.